لما قدمه كلاعب أو كمدرب مختلف الأندية والمنتخبات التي قادها في مختلف المحافل العالمية. إنه مفخرة هذه المدينة، يحبه ويحترمه الجميع بالنظر لشخصيته الهادئة، ونحن نتمنى له كل النجاح. خاليو زيتش يحن دائما للمكان الذي ترعرع فيه، وخاصة الملعب الذي بدأ فيه أولى خطواتها قبل أن يتنقل إلى عالم الاحتراف. وبالقرب من هذا الملعب يعيش إينو، شقيق وحيد والذي لديه مقهى يحتفظ في جدرانه على بعض صور أخيه كلاعب ومدرب. قبل كل مباراة أبعث له رسالة وأتمنى له حظا سعيدا، ونحن دائما على تواصل معه. كنت متوترا كثيرا قبل المباراة ضد روسيا، لذلك قررت مشاهدة المباراة في المنزل. وفي وقت لاحق قال لي الناس أن الاحتفال في المدينة كان مثل ما كان في العام الجديد. كما أصبح إينو مشجعا للمنتخب الجزائري في هذه الفترة، معبرا عن فخره بالإنجاز الذي حققه أخيه في مونديال البرازيل بالتأهل إلى ثمن النهائي أول مرة في تاريخ المنتخب الجزائري.